أثار فيديو يوثق الاعتداء قاصرا على سيدة ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، فما القصة؟ الفيديو يوثق لتحرش قاصر بسيدة بمدينة طنجة مع استعمال العنف في الشارع العام رفقة آخرين، فبعد أن انتشر شريط الفيديو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تحركت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة قبل أن تتمكن مساء أمس الأحد من توقيف قاصر يبلغ من العمر 13 سنة للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتحرش الجنسي واستعمال العنف، وإن وقف البعض في صف المعتدين وربطوا تصرفه بسبب ما أسموا باللباس الغير المحتشم، فإن البعض الآخر استنكر تلك الأفعال الجرمية، وجاء توقيف المشتبه به بعد تعريض سيدة للعنف والتحرش الجنسي في الشارع العام قبل أن يتم إخضاعه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة في انتظار توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية بعد نجاح الأبحاث في تحديد هوية المشتبه فيهم.